اسمحوا لي في بداية فقرتنا أرحب بضيفي العزيز الدكتور مصطفى فتحله. مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ كل يا مرحبا. اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب. وحضرتكم بالخير والصحه والسعاده. ودايما من اول جاجه بنقول اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا اللهم رمضان يا رب العالمين. حضرتك ليك تعليق على الانترو اللي انا كنت بقوله من شويه. ده حقيقي. هو في الحقيقه اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم هو تعليق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعليق بحديث قدسي عن رب العزه تبارك وتعالى. ان احنا معلوم لكل الامور ان احنا دلوقتي اصبحنا تقريبا في اخر الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم بيبشرنا بالايام اللي احنا فيها دي، فبيقول سياتي يوم على امتي يصدق فيه الكذوب ويكذب فيه الصدوق ويؤتمن الخائن ويخون فيه الامين ويكون اسعد الناس فيكم لكع ابن لكع. قال لكع يا رسول الله؟ قال السفيه صلى الله عليه وسلم. فاحنا دلوقتي في توقيت لازم نحذر ونحاذر ونكون كويسين قوي 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 لما نيجي نختار صاحب او صديق او كذا او كذا. احذر الصديق الف مره واحذر العدو مره، فان خان العدو فلا مضره وان خان الصديق فهو اعلم بالمضره. طيب احنا كنا بدانا الاسبوع اللي فات عن ان احنا بنقول ان في ناس بتبقى محسوده والحسد ده ذكر في القران. نعم. يعني فطبعا مفيش غير الرقية الشرعية اللي هي تقينا شر الحسد، ان احنا مثلا نكون بعد اذن حياتك مثلا انا حطها على الموبايل وبسيبها شغالة وبتعيد نفسها كذا مرة مثلا في اوضة ابني في اوضتي في كده يعني. فهل ده كفاية ولا احنا لازم حد يقول الرقية؟ انا عايز اقول حاجة. اتفضل. اللهم صل على سيدنا محمد. عليه الصلاة والسلام. انا لما بقرأ وبكتب بشغل ملكة النظر والسمع لما بقرأ بصوت عالي وبشغل ملكة الكتابة. تمام. لكن لما بشغل كاسيت على قرآن أو حاجة لازم مخي هيتلهي في حاجة تانية، الشيطان مش هيسيبني. أيوه طبعا. تمام. فأنا طبعا لما شغل ثلاث ملكات أو أربع ملكات في المكان بحس بالمكان أكتر، فبيكون الفاعلية بتاعته أكتر يعني. والرقية بتتقال احنا بنقول معاها بنقولها ممكن. الأصل إن احنا نقولها يعني مش ضروري نكتبها. ما نبقاش كسلانين إن احنا نسيب التلفزيون طول النهار شغال إذاعة القرآن الكريم. واحد يقول لي أنا محسود وتعبان وعيان وكذا وكذا وطول النهار مشغل إذاعة القرآن الكريم، طب ما أنت فين؟ طب إذا قرئ القرآن فاستمعوا له. انت فين عشان تستمع؟ ايوه بس مش وحش ان احنا برضو واحنا خارجين من بيتنا او طول ما احنا قاعدين في البيت مدورين راديو على اذاعه القران. مفيش مشكله. لكن إن الا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن القلوب. يبقى الذكر هنا يكون ايه؟ افضل ما قلته انا والنبيون قبلي. ده حضره النبي اللي بيقول عليه الصلاه والسلام سيد الخلق بيقول ايه؟ افضل ما قلته انا والنبيون قبلي لا اله الا الله. اذا يبقى لا اله الا الله دي ليها سر وسر عظيم. طبعا. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كانت آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. خدت بال حضرتك؟ وكل ما الواحد يتدرب عليها في الدنيا يجي ساعة موته تبقى سهلة. زي اللي بيتدرب كويس قبل الماتش، لو واحد نزل الماتش ومش متدرب كويس بينزل يبهدل الدنيا. طيب معنا أول تليفون مدام ليلى. ألو. ألو. أيوة فندم. أيوة. مساء الخير. ايوه مدام هاله. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله والله. بحبك قوي على فكره. يا رب يسعدك يا رب يخليك. اتفضلي. بقول لك وزي انا تسمحي لي اقول حلمين للشيخ؟ اتفضلي يا فندم تحت امرك. طيب اول حلم. اهلا وسهلا اتفضلي. الحلم الاولاني انا حلمت ان انا ماشيه انا ومرات ابني. ومرات ابني حامل وانا ماشيه ماشيه في حته كده لحد ما لقيت المستشفى. فدخلتها في المستشفى. بعد ما دخلتها مستشفى حلوه جدا قالوا لي لازم تمشي. طلعوني. فطلعت فتحت الباب لقيت قدامي جمع رجاله بيصلوا القبله بتاعتهم على الباب. فده كان حلم. اتفضلي. والحلم الثاني انا حلمت لنفسي ده قريب ان انا في سطوح او في جدار عند جدار وفوجئت ان الجدار ده بيتحرك. فانا بقول لهم ايه ده رايحين فين احنا ازاي هنتحرك كده بنلف لحد ما فوجئت قالوا لي انت وصلتي السعوديه. وببص من بعيد كده يعني عارف اشكال السعوديه لان انا رحتها قبل كده اشكال السعوديه وكده استغربت قلت طب ازاي احنا رحنا هناك. ربنا يرزقك زياره بيت الله الحرام. يا
رب يا رب. استاذه ليلى، انت تعاملين زوجة ابن حضرتك ب ب ب بحنيه كبيره قوي، صحيح؟ جدا 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 جدا، وبتعتبريها اكتر من كده. نعم نعم، وهي ما شاء الله تبارك الله محافظه على حضرتك اكتر، ويمكن مهتمه بحضرتك اكتر من ابنك اللي هو زوجها. زي ما تكون عايش معانا. ربنا يسعد ايامك ويبارك لك يا رب ولهذه العلاقة الطيبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هناك بشرى بإذن الله لك بزيارة بيت الله الحرام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم عليك هذا الأمر إن شاء الله. معنا الأستاذة هدى. ألو ألو. نعم يا أستاذة هدى. طيب معنا الأستاذ عاطف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام هالة؟ ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. بعدين نتكلم يا دكتور. تحت عمرك يا فندم، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ عليكم السلام يا فندم ورحمه الله تعالى وبركاته، اتفضل. حلم سريع كده بعد اذنك. حلم سريع بطيء قول. اتفضل يا فندم. الله يخليك. حضرتك انا ماشي مع مجموعه من زي الشباب كده، بس انا ما اعرفهمش، في طريق، فاعترى الطريق بتاعنا مجموعه من الكلاب. نعم. وفي وقرد، وقرد ضخم ومعاه قرد صغير. فانا قررت ان انا ارجع واخد طريق تاني. وانا راجع كنت براجع بحذر عشان ما يهجموش عليا. رحت وصلت الطريق التاني، الطريق التاني ده كان ليه بوابه. فعشان اعدي منها فتلاقيت في نص الطريق التاني ده في كلب. فحبيت ارجع عشان اجيب طوب عشان اضربه. فزنقت في الباب. قعدت عافر لغايه لما خرجت منه. وجبت الطوبه ورجعت فما تلاقيتش الباب، وتلاقيت الكلب مش موجود والطريق مفتوح عادي. مشيت فيه، كان على اليمين والشمال شبابيك مداخل منها نور جامد. وصلت نهايه الطريق، لقيت الناس اللي كنت ماشي معاهم وصلوا المكان. اللهم صل على سيدنا محمد. استاذ عاطف، انت الفتره اللي فاتت دي زعلان من بعض الناس علشان بتتعامل معاهم بطريقه كويسه جدا، ولم تلقى منهم الود او رد الخير اللي انت بتعمله معاهم. بالظبط في الشغل كده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يرزقك من فضله العظيم. اصبر عليهم، اصبر عليهم، وإن شاء الله تبارك وتعالى ستكون لك الغلبة، لأنك مسنود بسند من لا سند له، وهو رب العالمين تبارك وتعالى، والله أعلم. إن شاء الله. أنسة هدير. ألو. ألو. أيوة. ازي حضرتك؟ عاملة ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله، والله في نعمة، الحمد لله. الحمد لله. كنت عايزة بس عندي حلمين. اتفضلي. حلمت أول حلم إن أنا كنت راكبة زي مركبة، بس هي مش مركبة، أنا كنت في الدور اللي فوق، والدور اللي فوق ده بيتحرك يمين وشمال، وأنا اللي بحركه عشان يجري زي نيل كده مش في بحر. وبعد كده رحت زي ما أكون، أنا كان عندي امتحان عربي وامتحنت، بس كان صعب شوية. ومرة واحدة لقيت أختي مش معايا، ففضلت أزعقلها لما لقيتها، قلت لها أنت روحتي فين؟ ففضلت تزعل عشان أنا إيه، فضلت أزعقلها قدام صحابها وكده. بعد كده ركبت تاني وفضلت أقدس برضه من فوق يمين وشمال. وبعد كده لما نزلت أخدت بإيديا كده حبة مية ومسحت عليها وشي من النيل دوت. تمام. ده كان أول حلم. اتفضلي يا هدية. تاني حلم، حلمت إن أنا كنت بعمل سمك، ولدرجه في واحد راجل كبير كده كاله مني وقال لي طعمه حلو قوي، انت التتبيله ديت عاملاها ازاي؟ وطلب مني ان انا اجيب اروح اجر له عجله. فروحت فضلت امشي في مكان كده لغايه لما وصلت زي مكان زي ريف كده، يعني بيوت اربع ادوار اقصاها. دخلت شمال لقيت زي اطفال بتلعب بعجل، فسالت واحده ست كده كبيره قلت لها هاجر عجله. فاخدت الست دي ادتني كميه فلوس حلوه كده، يعني فلوس متطبقه كتير، وقالت لي خدي الفلوس ديت ليكي يعني عشان تعرفي تروحي بيها. قلت لها لا انا هديكي الفلوس دي. قالت لي طب لما تروحي وتروحي بيجيبهم لي تاني. لما خدت العجله روحت، ماما شافتني قالت لي انت كنت فين؟ فبقول لها انا كنت باجر العجله. والست الكبيره دي ادتني فلوس كتير، قالت لي لا احنا بعد لما هنخلص هنرجع لها نروح لها نديها الفلوس دي. قالت لي الست دي ايه؟ قلت لها بتبيع حاجات زي نحاس مكتوب عليها ايات قرانيه كده، يعني حاجات. هدير تسمحي لي انا عايز اسال لحضرتك سؤال. انت في الثانويه؟ لا انا في الجامعه، خلصت الجامعه. خلصتي الجامعه خلاص؟ يعني اليومين دول في مرحله دراسه لحاجه معينه؟ لا والله هو ده الامتحان تبع شغل في بنك معين. يعني دراسه لحاجه معينه، يعني في امتحان لموضوع معين.
طيب أنا عايز أقول حضرتك حاجة، يعني هو الرؤى بتاعتك كلها بتتضح في أمر واحد، هو إن حضرتك يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك الأمر وهتنجحي إن شاء الله في الامتحان وإن شاء الله تلتحقي بالعمل، ولكن أنت شايلة هموم الآخرين، فناس كتير قوي من أصحابك بيتصلوا بيك وبيتعاونوا معاكي وأنت مضيعة معاهم وقت كتير، فأنا عايزك تركزي مع نفسك وإن شاء الله رب العالمين ربنا هييسر لك الأمر. وقول الله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة، ودي المركب اللي هي دايما راكبها، والله أعلم. طيب معنا مدام نجلاء. ألو. أي مدام هالة. أيوة فندم، إزاي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم، نحمد ربنا ونشكر فضلك على البرنامج الجميل ده حبيبي، والله الفقرة الحلوة دي الحمد لله ربنا يخليكي. ربنا يخليكي. ممكن أكلم الدكتور؟ طبعا يا فندم. أهلا بيكي وسهلا. طيب أهلا بحضرتك يا فندم. دلوقتي أنا كنت حصل لي حمل في شهر واحد اللي فات، وبعدين كنت تعبانة شوية والأطباء قالوا لا مش هتستحملي الحمل، مش هتقدري تكملي. نعم. فالدكتور أخذ قرار، وسألت الأزهر وكده، قال لو فيه ريسك 1% على الأم ينزل الجنين، وفعلا دخلت عملت عملية إجهاض، لقيت حامل بعدها في شهر 6. وبعدين حصل لي برضو نفس الموضوع، كنت مسافرة بس دي من عند ربنا يعني، برضو البيبي نزل. حصل حمل تاني؟ حصل في شهر 6 اللي فات حمل تاني. نعم. دلوقتي حصل حمل حاليا، أنا حامل بس في مشكلة عندي، الدكاترة بيقولوا إن أنا مش هستحمل، بس أنا خايفة يكون ده يعني، أنا عندي الحمد لله ولد وبنت وكبار مش صغيرين، بس مش عارفة دي بقى شورة من ربنا في إيه، بالرغم إن أنا الدكاترة بيقولين إنتي مش هتستحملي تكملي الحمل ده، في ريسك، لأن أنا عايزة أغير حاجة معينة في القلب يعني، في موضوع معين. نعم. في القلب. نعم. فدلوقتي نمت وحلمت حلم إن أنا نص وشي بقى في حاجة زي الهباب كده وفيها عروق باينة، وبعدين سمعت حد بيقول لي وجوه يومئذ وبس، فقمت بقى من وجوه يومئذ؟ بس لا وجوه يومئذ تسود، ما في ناظرة وفي إيه إلى ربي يا ناظرة. مش عارفة إيه يعني، ما كملتش الآية أو يمكن ما كنتش فاكراها، بس في حاجة غريبة كده حصلت، فقمت أنا خايفة بقى مش عارفة بقى أعمل إيه، وفي نفس الوقت هم بيقول لي في هاي ريسك عليكي، مش عارفة أعمل إيه. فهل طيب اللهم صل على سيدنا محمد. شوفي أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، إحنا بناخد تقارير الأطباء الحالة الصحية تمام، ويكون شهادة الطبيب، وبعد كده بنروح دار الافتاء ونشوف ما عملت ده كله. لا ده في الاولاني، في الاولاني. طيب بنعمل يعني برضه في التالي تمام، طالما الدكاتره قالوا لها تاني مره انه في ريسك، لو في ريسك تاني مره برضه بنروح برضه للمشيخه، لان الطبيب مع المشيخه هما الاثنين اللي بيقع في رقبات، اصل دي روح دي نفس. ايوه تمام. أيوة. اما انها ترى في المنام وجوه النظره تمام، او وجوه يومئذ، فاسال الله سبحانه وتعالى ان تؤول على وجوه يومئذ ناظره لربها ناظره، في وجوه كده تبقى بشوشه تنظر الى الله تبارك وتعالى، فدي البشرى ان شاء الله ان هي نيتها ان هو يكون عندها ولد واثنين، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يكون لها هذان الولدان او اللي كانوا نزلوا بعمليات يكونوا لها شافعين يوم القيامه امام طيب. رب العالمين. اوكي معانا الاستاذه هبه. ايوه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، ازيك انت؟ ممكن اكلم فضيله الشيخ؟ اتفضلي يا فندم. حضرتك دلوقتي، انا دلوقتي كان حلمت بطبق مليان سمك، والطبق دوت المفروض ان انا راحه علشان املح السمك، فالسمك دوت جايه بميت جديد عشان اخد سمكه، لقيت تعبان كبيره واقف عليه، والتعبان دوت اصفر ومنقط في اسود. فطلعت جريت على واحدة صاحبتي وقلت لها الحقيني يا علا هو في حاجة على ظهري، فقامت قالت لي لا ما فيش حاجة، فماما قالت لي خلاص احنا مش هناكل السمك دوت لان ممكن يكون التعبان بخل السم بتاعه فيه. بس انتي مفزوعة على كده. استاذة انت كنت محوشة مبلغ معين او حاجة معينة كده تجيبي بيها حاجة، والحاجة دي يعني ما حصلتش وما جاتش؟ نعم. لا مش معانا. مش معانا. طيب انا عايز اقول بس ان السمك دايما اللي بيتحط في الملح ده بيكون رزق، واحنا بنحفظه زي الفسيخ كده، ده رزق وبنحفظه. نعم وبنحفظه. ولكن جه بخ عليه يعني طار الاصفر. لا هو التعبان دائما ما يؤول في المنام حسب
كلما اسود شكله كلما ازداد شره. بس ده اصفر ومنقط. اصفر ومنقط ده بيكون كرب شديد، بيكون حزن، بيكون فقد من بعض المال اللي هو احنا بنلمه دوت. فاسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يعوضهم خير. دكتور مصطفى احنا بنشكر حضرتك جدا جدا جدا، وطبعا الى لقاء اخر ان شاء الله باذن الله. وكل سنه وحضرتك طيب، مفيش وقت خلاص. طيب اسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر لكم كل يوم عسير. انا بس عايز اقدم شكر للحاج يوسف والشيف حسن حسونه والحضرتك في الاول في الاخر، الاستاذ احمد الامام والاستاذه منى، الناس اللي مجرد ما عرفوا ان احنا عندنا حفله لليتامى ان شاء الله يوم الجمعه الجايه، يعني تباروا ان هم ييجوا يشرفونا علشان يرفعوا من شان اليتامى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلوا في ميزان حسناتهم. شكرا يا دكتور، واشوف حضراتكم على كل خير وسعاده دلوقتي. بعد الدكتور مصطفى نروح للدكتور احمد عبد الله.